دعت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات المهملة أو التالفة إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم والاستفادة من المهلة التصحيحية التي تبدأ من يوم 28 من شهر رجب هذا العام وتستمر لمدة سنة. وأكدت الإدارة أن من سينقل ملكية مركبته التالفة والمهملة إلى محل بيع المركبات الملغى تسجيلها أي التشريح أو محل مكابس الحديد المعتمدة خلال تلك المهلة سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.